مشاهدينا أهلا بحضراتكم، وهذه المتابعة لآخر المستجدات على شاشة النيل الأخبار، حيث انطلقت أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادة رئيسها المجري كاسابا كوروشي. وحث كوروشي لدى افتتاحه أعمال الجلسة أمس زعماء العالم على التعامل مع أكثر التحديات الضاغطة على مستوى العالم بما فيها الأزمة في أوكرانيا، وذلك عن طريق العمل سويا وبناء جسور عبر الانقسامات العميقة. كان كوروشي قد تولى المسؤولية إثر تنحي المالديفي عبد الله شاهد أوائل الشهر الجاري، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس إلى التعاون والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة في عالم بخطر. وقال غوتيريش إننا نواصل عالما في خطر عبر عملنا لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأوضح أن التحديات الراهنة تتراوح من النزاعات والتغير المناخي إلى نظام مالي عالمي معطوب يخذل البلدان النامية، إلى الفقر وعدم المساواة والجوع، إلى الانقسامات وانعدام الثقة. وأضاف أن مواجهة التحديات المشتركة تتطلب تضامنا متواصلا وتعاونا وصياغة توافقات في الآراء وحلول. جدير بالذكر أن الدورة 77 التي ستمتد في الفترة من 13 وحتى 27 من سبتمبر هي أول اجتماع بحضور جميع الشخصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أن بدأت جائحة كورونا في عام 2020. تعقد أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان لحظة فاصلة، حلول تحويلية للتحديات المتشابكة، وتركز على حشد الحلول العالمية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والإدارة البيئية المستدامة والأمن في عالم متورط في أزمة معقدة. كما تشهد اجتماعات رفيعة المستوى مثل قمة التعليم التحويلية والاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية من بين أمور عديدة أخرى. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ السيد هاني الكاتب المتخصص في الشأن الدولي. أستاذ سيد، يعني كما ذكرت رئيس الدورة 77 للأمم المتحدة كاسابا كوروشي قال إنه ينبغي العمل سويا وبناء جسور عبر الانقسامات العميقة. كيف ترى أهمية العمل من أجل تقليل الانقسامات التي شهدها العالم بالتحديد بعد الأزمة الأوكرانية؟ تحياتي لك يا أستاذة منى ولفريق العمل بالبرنامج وللسادة المشاهدين. سأبدأ بالإشارة إلى أن هذه الدورة هي أول دورة منذ تأسست الأمم المتحدة تأتي في ظل هذا الانقسام الدولي وهذه المواجهة التي تجري بين أكبر قوتين عسكريتين في العالم وهما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت تجري بحرب بالوكالة على الأراضي الأوكرانية، إلا أن خطورة هذه الحرب يمكن أن تدفع بالعالم للانزلاق إلى مواجهة حرب عالمية ثالثة إذا لا قدر الله اشتعلت، فسوف تكون حرب نووية، وهذا ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ولوح به ميدفيديف. وكذلك لابد أن نلاحظ أنه منذ بدأت هذه الحرب قام الرئيس فلاديمير بوتين بوضع منظومة الدرع الصاروخية النووية الروسية على أهبة الاستعداد، كذلك أنظمة الدفاع النووية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي حلف الشمال الأطلنطي كلها على أهبة الاستعداد. وهذه الحالة الخطرة التي يمر بها العالم لم يشهدها منذ انتهاء الحرب العالمية الثالثة، ولم تعقد دورة للأمم المتحدة في ظل حالة خطرة بهذا الشكل حتى في سنوات الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية. وبالتالي فزي ما حضرتك أشرت في سؤالك، الحاجة إلى التعاون من أجل الأمن والاستقرار وحل مشاكل المجتمع الدولي. كيف يتم هذا التعاون؟ ببساطة شديدة جدا، باحترام قرارات الشرعية الدولية التي تصدر عن منظمات الأمم المتحدة، سواء كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو منظمة اليونسكو أو غيرها من المنظمات الدولية، لأن قرارات الشرعية الدولية بتعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وبالتالي فاحترام تنفيذ هذه القرارات هو الطريق السليم والصحيح
لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم. نعم. طيب، أضاف أيضا كروشي أنه يجب أن نبذل قصارى جهدنا لدعم وحماية قيم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا يمكن أن يكون هناك انتقاء. الحقيقة أنه كثيرا ما عانت العديد من القضايا العربية من السياسة الانتقائية للأمم المتحدة، وفي مقدمتها على سبيل المثال القضية الفلسطينية. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ بلا شك هي التصريحات هامة جدا، والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة هي الضامن لتحقيق الأمن والاستقرار الدولي. حضرتك وصفتيها بإجراءات انتقائية، والحقيقة أنها معايير مزدوجة. يعني بنجد مثلا أنه في الوقت اللي العالم كله بيطالب كوريا الشمالية بنزع ترسانتها النووية، يغض الطرف عن الترسانة النووية التي تمتلكها إسرائيل، وهكذا الأمثلة كثيرة على المعايير المزدوجة. إنما خليني أقول لحضرتك أنه إذا لم تتخذ الأمم المتحدة إجراءات فعالة وكفيلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، سوف تتحول هذه المنظمة إلى مجرد مكاتب للموظفين يعيشون في مدن راقية كنيويورك وجنيف وفيينا، ويتقاضون مرتبات عالية بالدولار ولا فائدة منها للمجتمع الدولي. قرارات الشرعية الدولية يجب أن تنفذ، وميثاق الأمم المتحدة يتضمن الوسائل الكافية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتي ينص عليها البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تبدأ بفرض العزلة السياسية والحصار الاقتصادي. وإذا لم تأتي العزلة السياسية أو العقوبات الاقتصادية بفائدة، يمكن استخدام العمل العسكري لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بالقوة اللازمة. ولكن للأسف الشديد القوة العسكرية لا تستخدم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية إلا ضد الدول العربية، زي ما حضرتك أشرت، السياسة الانتقائية اللي بتتبعها الدول القوية ضد الدول العربية. نعم. دعا أيضا رئيس الدورة 77 في الافتتاح إلى إلى اعتماد نهج وقائي وإنهاء النزاعات والأزمات قبل اندلاعها. ما هي آليات تحقيق ذلك على أرض الواقع أستاذ؟ هي كما ذكرت دائما، هو التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان واحترام الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقيات جنيف الأربعة، كذلك تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي. وإلا فما فائدة هذه المحكمة إذا كانت تصدر القرارات ويضرب بها عرض الحائط؟ يعني إذا أخذنا إسرائيل كمثال، إسرائيل ضربت عرض الحائط بقرار محكمة العدل الدولية بإزالة الجدار العازل بين الأراضي المناطق الفلسطينية والمناطق الإسرائيلية، الذي يقتطع 14% من مساحة الضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية لصالح إسرائيل. إسرائيل ضربت عرض الحائط بكافة القرارات الشرعية الدولية، ولا يجب أن نلوم إسرائيل فقط، إنما أيضا نلوم الدول التي ضربت عرض الحائط بقرار مجلس الأمن 478 الصادر في عام 1980، والذي يحظر على الدول جميع دول العالم نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ولم يتحرك ساكنا. وبالأمس أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة بأنها سوف تقوم بنقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس. إذا احنا عايشين فين بالضبط؟ إذا لم تحترم قرارات الشرعية الدولية فسوف تستبدل بشريعة الغاب، ويحل فيها نظام الغابة حيث يتساءل القوي على الضعيف دون أي حرص على العدالة، وسوف تعم الفوضى في المجتمع الدولي. نعم. أيضا تعقد هذه الدورة خلال تحديات كبيرة جدا يشهدها العالم، على رأسها أزمة الغذاء والطاقة أيضا جراء الأزمة الأوكرانية. ما المتوقع من مناقشات في هذا الملف لتقليل الآثار السلبية حاليا؟ تقليل الآثار السلبية لأزمات الغذاء والطاقة التي كانت أحد تداعيات العملية العسكرية أو الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، يبدأ ببذل الجهود لإنهاء هذه الحرب، سواء بالكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والدعم المالي والسياسي،
أو تشجيع الطرفين للجلوس إلى مائدة التفاوض، وإنما إذا ظلت الدول الغربية تمد أوكرانيا بالأسلحة والمال والدعم السياسي وتحرضها على الاستمرار في القتال، وفي نفس الوقت ظلت روسيا مستمرة في عملياتها العسكرية، فسوف تتفاقم تداعيات هذه الحرب وسوف تزداد الأزمات الغذاء وتزداد معدلات التضخم وسوف تزداد أسعار الطاقة. وبعض الأسر الأوروبية الآن، ونحن نتحدث دائما عن الدول الأوروبية باعتبارها الدول الغنية في العالم، إنما عندما نسمع بعض الأسر في بعض هذه الدول تقول أنها ما بين خيارين، إما أن تسدد فاتورة الطاقة أو تشتري حاجتها من الغذاء، يعني ينام بردان ينام جعان. وبالتالي فهذه الحرب يجب أن يعمل المجتمع الدولي على إنهائها بكل الوسائل. هنا يجب أن نشير إلى الجهود التي بذلتها مصر في هذا المجال، فمصر هي التي اقترحت تشكيل لجنة عربية من وزراء الخارجية العرب، لجنة اتصال قامت بالسفر إلى موسكو والالتقاء بالقادة في موسكو وكذلك في كييف لمحاولة تقريب المواقف وبذل الجهود والمساعي للتوصل إلى تسوية سلمية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة. نعم، من القضايا الملحة أيضا التي يشهدها العالم هذه الأيام قضية التغير المناخي، يعني طالت عدد ليس بقليل من دول العالم، سواء أزمة ارتفاع درجات الحرارة، الفيضانات، غيرها من التأثيرات مثل جفاف الأنهار مثلا الذي يؤثر على سلاسل الإمداد والغذاء. كيف يمكن أن تحقق هذه الدورة من الجمعية العامة حلولا وتعاون لمواجهة التغيرات المناخية؟ قضية المناخ أصبحت بتتصدر الأجندة الدولية من حيث الاهتمام العالمي، لأنها النهاردة بتشمل كل دول العالم، لم تعد التقلبات المناخية تقتصر فقط على دول العالم الثالث، وإنما امتدت إلى القارة الأوروبية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتابع حرائق الغابات المشتعلة في كاليفورنيا منذ عدة أسابيع، وكذلك في أسبانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي غير ذلك من الدول الأوروبية، فضلا عن الفيضانات والسيول التي أغرقت الكثير من دول العالم، سواء في أوروبا أو في آسيا باكستان أو في أفريقيا السودان وهكذا. فإن التغيرات المناخية أصبحت تمثل أخطر تحديات البيئة ضد الإنسان، ولعل الدورة الحالية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي قبل أسابيع قليلة من استضافة مصر للمؤتمر المناخي العالمي في شرم الشيخ في نوفمبر القادم COP27، والسبيل الوحيد لانتصار الإنسان على هذه التحديات هو التزام الدول الغنية بدفع الالتزامات المالية التي التزمت بها في مؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل مناقشة قضية المناخ منذ التوقيع على اتفاقية المناخ في باريس عام 2015. الدول الغنية كالصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الصناعية هي المسؤولة عن النسبة الأكبر من انبعاثات الكربون، وبما يؤدي إلى سوء المناخ. وأما الدول الفقيرة فنسبة مسؤوليتها عن انبعاثات الكربون لا تزيد عن 0.5% فقط. يعني هناك نسب تقول أن 20% من دول العالم مسؤولة عن 80% من انبعاثات الكربون، وكما قال اعترف بذلك نفسه مبعوث الرئيس الأمريكي لقضية المناخ، بنجد أنه الدول الأفريقية والدول الفقيرة ليست مسؤولة عن انبعاثات الكربون إلا بنسبة لا تتجاوز 0.5% فقط. بالتالي فعلى الدول الغنية أن تلتزم بدفع الالتزامات المالية التي تعهدت بها في المؤتمرات الدولية السابقة من أجل مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التقلبات المناخية، ولا بد من وضع استراتيجية عالمية لتحسين المناخ، وهذا ما سيعمل من أجله مؤتمر شرم الشيخ القادم الخاص بكاب 27 والذي يبحث قضية المناخ. نعم،
طيب أستاذ سيد، أيضا يشمل جدول هذه الدورة ما أطلق عليه يوم التعبئة الذي سيقوده وينظمه الشباب، وسيعرض مخاوف الشباب بشأن تعليمهم في صناعة القرار والسياسات، ويركز على حشد الجمهور العالمي والشباب أيضا. يعني برأيك كيف أو ما هي أهمية تواصل الاجتماعات والمحافل الدولية مع الشباب وسماع حلولهم لمشكلات العالم؟ لابد من إشراك الشباب في كل القضايا التي تواجه المجتمع الدولي، لأن شباب اليوم هم رجال المستقبل، وشباب اليوم هم صناع قرار المستقبل، ولابد أن يشاركوا الأجيال التي سبقتهم في الاطلاع بالمسؤولية وصناعة القرار، بدلا من الانجراف إلى صور الفساد التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. لابد من الاهتمام بالشباب وإشراكهم في كل هذه القضايا، وأعتقد أن مصر ضربت المثل الأكبر في ذلك. بنجد أن الشباب دائما بيشترك في كافة الفعاليات الهامة في مصر. نعم، أشكرك الأستاذ السيد هاني الكاتب المتخصص في الشأن الدولي. ننتقل إلى الملف الثاني في متابعتنا اليوم، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلا إنه تم البدء بالفعل في وضع رؤى ومقترحات لموضوعات جلسات المؤتمر، مؤكدا أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة وسبل النهوض به، وكذلك إجراءات تعميق الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات فضلا عن زيادة حجم الصادرات، ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات، مبديا اهتمامه بأن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية من خلال إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع والدفع به إلى مجال أرحب. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأزمة التي يمر بها العالم حاليا بقدر صعوبتها، إلا أنها في الوقت نفسه تعد فرصة لنا، خاصة إذا اهتممنا بقطاع الصناعة وما يتعلق بتعميقه وتوطين العديد من الصناعات وسعينا لزيادة حجم الصادرات، مؤكدا ضرورة قيام كل غرفة من غرف اتحاد الصناعات بإعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة يتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي وصولا لإقرارها وتنفيذ محتوياتها على الفور. دعا الرئيس السيسي أيضا الحكومة والخبراء الاقتصاديين لإقامة مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري بالكثير من الجدية، وكشف من جديد رغبة القيادة السياسية في رسم طريق التنمية المستدامة بأيدي الخبراء، والدعوة الرئاسية لانعقاد مؤتمر اقتصادي تأتي للاستماع لكل الأطراف من أجل خدمة الوطن وإعلاء مبدأ الحوار مع كافة القوى، ودليل على رغبة القيادة السياسية لفتح الأبواب لكل الآراء لصالح الوطن، كما يعكس مدى قوة الدولة واتزانها وتحقيق التنمية الشاملة، ويعزز مواجهة التحديات الاقتصادية، ويضع خارطة طريق واضحة لمشاريع الإنتاج والتجارة، مما يخلق مناخا جيدا للاستثمارات. ينضم إلينا الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو، دعوة الرئيس إلى انعقاد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري والنقاش بين الخبراء والمستثمرين، كيف ترى أهميتها؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين.
يمكن احنا الحوار المجتمعي والحوار ما بين المتخصصين هو واحد من اهم الركائز. شفنا ده موجود في رؤية مصر 2030 في 2016، شفنا ده قبل كده موجود عندنا عند صياغة الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي. الأزمات اللي تعرضت ليها مصر في السنتين اللي فاتوا، وهي أزمات بالأساس أزمات عالمية، سواء كورونا أو بنتكلم على الحرب الروسية الأوكرانية، بتتطلب تعامل مع هذه الأزمات في مرحلة جديدة. يمكن احنا قدرنا نستغل الاحتياطي النقدي اللي موجود وكفاءة أجهزة الدولة في قطاع الصحة والقطاعات الاقتصادية ما يخص توفير السلع الأساسية وغيره أثناء الجائحة. شفنا دول كبيرة زي إيطاليا النظام الصحي بينهار، شفنا نقص كبير في السلع في دول كبرى في أوروبا، إنما ده الحمد لله ما حصلش في مصر. ولكن بعد حوالي سنتين ونص من الانهاك مع وجود الازمات، ورغم ان احنا بنحقق معدل نمو اقتصادي موجب الحمد لله في كل هذه السنوات، الا احنا بحاجه الى اعاده النظر في السياسات الاقتصاديه الكليه، الى الاستماع لكل الاراء والاراء التي لها وجهه نظر مغايره او مختلفه قبل الاراء اللي موجوده في خطط الحكومة. شفنا الحكومة بتعرض وثيقة ملكية الدولة، شفنا أيضا توجهات في التغيير الوزاري الأخير بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، وأيضا عندنا تغيير في البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، البورصة المصرية، وبالتالي المؤسسات الاقتصادية بها دماء جديدة بأفكار جديدة، ولدينا مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين على مستوى عالمي. ومن هنا دعوة السيد الرئيس وإدراك القيادة السياسية للحاجة إلى توجه جديد للدولة المصرية يحدث تغيير جوهري في السياسة الاقتصادية، يحتاج إلى حوار مجتمعي، خصوصا وإن المواطنين في العالم كله ومن بينهم المواطنين المصريين يكتوون الآن بنار زيادة الأسعار ومعدلات التضخم غير المسبوقة. نعم. الضغط على عملات الدول النامية ودول مختلفة في مواجهة الدولار العفي الذي قهر كافة العملات الدولية، وارتفاع قيمة الدولار إلى معدلات أيضا مرتفعة جدا، كل ده بيضع ضغوط. ودائما في الأزمات توجه القيادة السياسية هي فكرة الحوار والمصارحة والاستماع لكل الآراء للوصول، لأن في النهاية مصر المسؤولية فيها ليس فقط للقيادة السياسية أو للحكومة، ولكن هي لكافة المصريين وكافة الأطراف. وإحنا دايما بنقول إن كما كان بطل المواجهة الأمنية مع تنظيم الإخوان وبطل الإصلاح الاقتصادي الحقيقي في 2016 و2017 كان الشعب المصري والمواطن المصري، فاحنا قادرين إن شاء الله بأمر الله على تخطي المرحلة اللي جاية بتضافر كل هذه الجهود، وبدايتها التخطيط العلمي. لما نتكلم، ودي إشارة مهمة جدا، لما نتكلم على مؤتمر اقتصادي يدعى إليه كافة أطياف المفكرين الاقتصاديين من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، فنحن نتحدث عن صياغة علمية وتطبيقية متكاملة، علشان ما نبقاش بنتصرف بشكل عشوائي أو بنتصرف على ضوء خطط قصيرة الأجل أو إجراءات عشوائية، ولكن المرحلة دي تتطلب مجموعة من البرامج الاقتصادية المتكاملة. طيب كيف يعني هناك بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه كل دول العالم من بينها مصر، كيف ترى أهم آليات مواجهة هذه التحديات؟ يمكن بالتأكيد أهم مشكلة تزعج المواطنين في العالم كله مش في مصر هي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والحلول المؤقتة والمسكنات هنا يمكن
يمكن كتير 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 من الناس على المستوى الفردي اول حاجه لما يكون عندنا تضخم يقول لك زود لي المرتب، انما في الحقيقه ده بيؤدي الى مزيد من التضخم. عندنا هنا علاقه اقتصاديه شهيره جدا بتسمى العلاقه الحلزونيه بين الاجور والاسعار، لان لما بنزود الاجور، الاجور هي تكلفه للسلع وبالتالي يؤدي الى زياده اسعار السلع مره اخرى، وجود سيوله مع الناس اكثر من اللازم يؤدي الى مزيد من ارتفاع الاسعار. بنشوف دول كانت تدعي ان اقتصادها اقوى بكثير في المنطقه، وتركيا معدل تضخم 80%، وبالتالي الحديث عن معدل التضخم في مصر لا زال الحمد لله في حدود عالميا مقبوله، يمكن المواطنين لا، وبالتالي الجهود الخاصه يمكن على المستوى الكلي من وجهه نظري في حاجتين: تحرير سعر الصرف رغم تكلفته التي ستكون مرتفعه في الاجل القصير، ولكن مردوده على الاجل الطويل هيبقى كبير جدا، لان من غير قيمه عادله للجنيه المصري امام العملات الاخرى مش هنقدر نجذب استثمارات اجنبيه، ما نقدرش نعمل حركه لاولوياتنا بطريقه سليمه، وده موضوع احنا محتاجينه جدا. محتاجين من وجهه نظري اعاده نظر في السياسه التجاريه، ده مهم جدا. ما ينفعش اسعار الجمارك او حتى الدولار او ما كان يسمى بالدولار الجمركي على الدارك شوكليت السويسري اللي الناس عايزه تاكلها يتساوى مع الزيت ومع السلع المستورده الاساسيه والقمح اللي بيستورد، والاثنين ناخد منهم من نفس الاحتياطي. نحن نتحدث عن ازمات استثنائيه، وبالتالي في بعض الاوقات بنحتاج الى اجراءات اقتصاديه استثنائيه. بنشوف ده حتى في الدول المتقدمه اللي بتتكلم على العولمه والانفتاح الاقتصادي والتجاره الحره، في اوقات كثيره جدا بتشدد من سياساتها الحمائيه او تفرض بعض القيود على بعض الواردات. نحن لا نتحدث عن المنع من وجهه نظري، ولكن نتحدث عن من يريد سلع ترفيهيه او استفزازيه عليه ان يدفع هذه التكلفه، لان لدينا اهالينا في الريف والصعيد اللي ليهم برامج الحمايه الاجتماعيه يحتاجون الى هذه الاموال من العمله الاجنبيه لتوفير الاحتياجات الاساسيه سواء في الاكل او في الادويه، وبالتالي ده ينعكس على معظم المواطنين مش مجرد استفاده بعض المواطنين. نعم. طيب، فتح حوار مجتمعي وتوعية الشباب بالقضايا الاقتصادية وأبعادها وتلقي أيضا حلول مختلفة ومبتكرة، كيف ترى أهمية هذه الخطوة في الوقت الحالي؟ خطوة مهمة جدا طبعا، وإحنا الحلول الاقتصادية عشان تبقى حلول ناجعة تتسم بالكفاءة والفعالية تحتاج بشكل أساسي إلى أن تكون هذه الحلول مبنية على صورة متكاملة. يعني البعض مع الأسف بيتعامل مع الحديث الاقتصادي زي بالضبط التعامل مع كرة القدم، رغم برضو أيضا تعقد كرة القدم كصناعة وكنشاط اقتصادي، إنما الناس بتتعامل دون أن يعرف حجم الموازنة العامة للدولة، دون أن يعرف أن الدولة المصرية تتحمل كل طلعة شمس عندنا 3 مليار جنيه نتحملهم انفاق تقوم به الحكومه المصريه لسداد ديون حكومات سابقه ومن عهود سابقه، دون ان نعلم حجم التحديات الموجوده في العجز الموازنه. بالمناسبه هذه الحكومه وهذه الدوله المصريه لديها منذ ثلاث سنوات فائض اولي في الموازنه العامه، بمعنى ان ايراداتها اكبر من مصروفاتها ولا حاجه للدين، ولكن مع الاسف لوجود دين سابق من عهود سابقه فاحنا اصبح لدينا حجم مدفوعات فايده يتجاوز 55% من الموازنه العامه للدوله. نحن نتحدث عن اكثر من ما يقترب من 1000 مليار جنيه، نحن نتحدث عن اكثر من تريليون جنيه اعباء لديون من ال 20 25 سنه اللي فاتوا، وبالتالي
قبل ما نفكر في حلول تبدو وردية أو تخاطب وندغدغ بها مشاعر المواطنين دون أن نبحث. يعني لما أقول إحنا عايزين نبني 1000 مصنع وكل مصنع يشتغل فيه 10,000 واحد ونصدر، مش حلو قوي، من أين سنأتي بالتمويل وإحنا عندنا عجز؟ طيب هل لما بنتحدث عن الاستدانة، الاستدانة وتوظيف، هذه الاستدانة هيكون في أولويات اقتصادية عاملة إزاي؟ عندما ننتقد وجود العاصمة الإدارية، وأنا كشاب ما عرفش أن العاصمة الإدارية اتبنت بره الموازنة العامة للدولة، وأن العاصمة الإدارية هي واحدة من التجارب اللي تم فيها بناء مقرات للوزارات المصرية على حساب ال 15% الأغنى في مصر اللي اشتروا في الكومباوندز وفي الأراضي اللي موجودة في هذه العاصمة، ولكن لم تكن لتكلف من الموازنة العامة للدولة. أشكرك. أشكرك دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، وأنتقل للأستاذ حسن هريدي رئيس القسم الاقتصادي ببوابة أخبار اليوم. أستاذ حسن، يعني تأثر سلاسل الإمداد على مستوى العالم مما انعكس بشكل كبير على أسعار السلع، أهمية دعم الصناعة الوطنية خصوصا الصناعات الصغيرة برأيك والمتوسطة طبعا. كل التحية لحضرتك وكل التحية لضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. هذا الملف هو ملف مهم كما حضرتك تفضلت وذكرت، ومن هنا تبرز أهمية الصناعة الوطنية وأهمية تنمية وتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وأن تنتهك الدولة حاليا دعما للصناعات التي تواجه منتجاتها أو هناك نقص في المنتجات، ويعتمد على السوق المحلي على توفير تلك المنتجات عن طريق الاستيراد من الخارج. لابد أن يكون في عملية إحلال لتلك المنتجات بصناعة وطنية، وأن تكون الصناعة الوطنية تحل محل المنتجات المستوردة، وبالتالي عندما لابد أن تكون هذه القضية هي المحور الرئيسي في الملف الاقتصادي الذي دعا إليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي المقرر يعقد خلال نهاية الشهر وفقا لما سبق وقد أعلن. لابد أن يكون هناك عملية إعادة يعني علاج ملف المصانع المتأثرة بشكل فعال وشكل جذري، وحل المشكلات وإعادة تشغيل تلك المصانع بشكل كامل أي كانت. لابد أن ونعلم جيدا هناك لجنة بالفعل بدأت عملها لدراسة الموقف لكل مصنع. طيب أشكرك أستاذ حسن هريدي، وأتحول مباشرة لتقرير عن اجتماع السيد الرئيس مع رجال الأعمال في قطر. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامة سيادته بالدوحة، بمشاركة سمو الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثان وزير التجارة والصناعة القطري، وسمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثان رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة قطر، مؤكدا سيادته حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. من جانبهم أعرب رجال الأعمال القطريون عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما
في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية. مشاهدينا، كان هذا تقريرا عن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رجال الأعمال في قطر أثناء زيارته إلى هناك التي تستمر يومين. متابعتنا مستمرة على شاشة النيل للأخبار.